راح اخلي لكم الصاجيات هنا أنا. شوفوا لي انا وشي هاي وحده باع كم صاجيه تاكل؟ تاكل اربع صاجيات وباحد من صاجيه قد كبير. هاي وحده تعال يا ابني. هذا البرجر راح اقلل لك اياه هنا. شوف الشو مالتها وشوف الحجم مالتها قد كبير. بس بوع لي بسم الله ما شاء الله. شوف ليها، شوف ليها حجمها قد كبير. 2 في 1 تعرف شنو 2 في 1؟ كابسه مال الصاج وقرل مال البرجر. بس بوع الترتيب وبوع الحجم المناسب. شركه راف غنيه عن التعريف وجاي تبدع بهذا المنتج. اول شيء عرضه 46 سنتيمتر، حجمه كلش مناسب وكلش حلو. هاي الحراره مالتها فوق وجوه، يعني شلون من الجهتين بها حراره، وكذلك في الجريل مالتها بوع البالج. شوف التصميم كلش حلو وكلش مرتب. شنو هذا؟ مال الالتصاق 100%، كذلك هذا هم مال الالتصاق 100%. تعال شوف درجه الحراره مالته، تتحكم بها بكل سهوله، كذلك هذا شنو؟ مال تشغيل واطفاء، فشي مرتب وحلو. تعال شوف هاي التصميم الحلو. شنو هاي؟ هاي تجمع لك الدهون كلها بهاي الفتحه بالي. تعال شوف هاي الفتحه، شوف الفتحه مالتها تجمع لك الدهون بشكل كلش حلو، تصميمها كلش حلو وكلش مرتبه. هسه راح اشوفكم شغله ايش قد خرافي. تعال تعال بس شوف للشغل، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اول شيء شنو؟ بعد القرمشه مالي. بس بعد القرمشه بسم الله ما شاء الله. وبعد شنو خلصت؟ بس شوف لي اياه، شوف للجمال وشوف للترتيب، يعني 2 في 1 تشتغل بكل راحه. هذا الجهاز الحراره مالته فوق وجوه وما له التصاق نهائيا. بس بعد اياه وشوف للترتيب مالته، وكذلك شنو ذكرت لك اياها؟ مفرغه مال الدهون ومرتب وقوي ومن شركه راف وغني عن التعريف. و2 في 1 والتوصيل عندنا لكل العراق.